شكرا على هذا السؤال الهام جدا، وهو الدروس الخصوصية في المنظومة التعليمية ديال القطاع الخصوصي والقطاع العمومي على حد سواء. تفشي هذه الظاهرة ديال الدروس الخصوصية في المدارس خطير على التلاميذ في الحقيقة، إذا ما كانوش الآباء يتعاملون معها بذكاء، لأن أغلب الدروس الإضافية سواء الفردية واحد لواحد أو الجماعية تمارس بطريقة الاجترار لغوميناسيون، كيعودوا بالليل داك الدروس اللي دارت في النهار، والمنهجية ديال الأستاذ اللي كيقري بالليل قد تكون مختلفة عن منهجية الأستاذ اللي كيدرس داخل المدرسة، وقد تقع هناك لخبطة ولا تضارب في ذهن التلميذ بالنسبة لنفس الدرس ولنفس المضامين المعرفية. وهذه الممارسة هذه ديال الدروس الخصوصية قد تتيه أو تضيع التلميذ وتفقده ملكة الاستيعاب داخل القسم الدراسي، لأنه كيكون كيعول على الدرس بالمساء وربما يتلهى على الدرس ديال اليوم، بمجرد ما يلقى صعوبة يقول ما كاين بس، ما كيركزش ما كيجتهدش، غادي نفهم في الدرس الخصوصي في المساء. وهذه الظاهرة تفقد كذلك التلميذ الاستقلالية في التعلم، والاستقلالية مهمة جدا، ولما تكون بالتعاون مع الأقران ومع الزملاء، لأنه التلميذ اللي كيكون داخل القسم كيتعلم من خلال تبادل الأفكار حول المادة اللي كيتعلمها مع زملائه، ماشي بحال اللي كيكون يتلقى مباشرة ثنائيا من أستاذ، فيفقده هذه الملكة. وحسب النظرية السوسيو بنائية اللي هي أحدث نظرية في التعلمات، هذه هي أفضل طريقة من اللي كي يفوت فرصة التعلم الجماعي والتعلم يعني البنائي، وكيخلي الفهم ديالو في المساء أو خارج الصف مع الأستاذ ثنائيا، كيضيع على نفسه فرص كبيرة. للأسف أغلب الأسر اندرجوا في هذه الدوامة ديال الدروس الخصوصية خشية أن يحرموا أبناءهم من فرصة النجاح، وأصبح واحد الهاجس أنه لما يكون التلميذ ما كيخش دروس خصوصية وكأنه يحكم على نفسه بالفشل، فأصبحت الدروس الخصوصية أو الدروس الإضافية تغذي نفسها بمجرد وجودها، الناس كيقبلوا عليها لأنها كاينة، وما كاينش أسرة اللي كتقدر تستغني على ذاك الدروس وهي لم تثبت فائدتها، لكن يستبطن الناس والأسر أنه ما نجحش بسبب المدرسة، لا نجح بسبب ذاك الدروس الخصوصية، ولكن الواقع العلمي يبين عكس ذلك. الحل ما هو؟ جزء من الحل يكمن في اعتماد التلاميذ والأسر ديالهم على حصص دعم منهجي بدل من حصص إعادة الاجترار وإعادة نفس الدرس، وهذا الدعم المنهجي كيتبنى بيداغوجية الدعم، لأن بيداغوجية الدعم مختلفة على بيداغوجية التدريس الأولي أو التدريس الأصلي. ومن جهة أخرى لما كيكون أستاذ متخصص في الدعم يشرح للتلميذ كيفية التعامل مع المعلومة ومع المعرفة وكيفية التعلم، هذه يعني خط كبير جدا في علوم التربية، وهو تعلم التعلم، يعلمه كيف يتعلم، كيعطيه طريقة، كيعطيه الوصفة باش يبدأ يكتسب تعلم داخل قسمه ديال النهار القسم الأساسي، وكيخلي له ذاك الملكة ديال الاستقلالية. فأنا في رأيي أنه الدروس الإضافية اللي الآباء كيعطيوها لأولادهم تكون منهجية، ما تكونش إعادة الدرس بنفس الطريقة التي لم يفهمها التلميذ داخل صفه.